التواصل أيها الحول الكريم مشاهدينا الأعزاء مستمرا بحضراتكم في هذا اليوم في انطلاقات ميدان دستور لسن الحقائق، حيث تنطلق هنا مشاهدينا الكرام دفعة أخرى وشوطنا 17 يسير بمنافسة الشعارات ومنافسة الأخوة الأشقاء في هذا التحدي وهذه الإثارة. ها هي الانطلاقة المخصصة للبكار والبداية الأولى، نسير مباشرة إلى الرقم الأول. هنا سرابة خليفة بن سيف بن ناصر الخميسي من تتقدم على بداية المشوار الأول، بينما المركز الثاني وصلت الآن خيرة علي بن حميد بن خميس اليديلي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث نشوف هنا لحظات الانتظار ولحظات التحدي الظبي، سعيد بن عامر بن سالم هو الآن من يسير إلى المركز الثالث. المركز الرابع هنا تقدم مشاهدين الأعزاء خادم بن أحمد بن مطر الرميثي يقدم بشاير. أما المركز الخامس ها هي نوادر أحمد بن عبيد بن راشد بن صندل يحتل المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة الحفل الكريم للخمسة مراكز أولى المتقدمة. أعود بحضراتكم إلى حيث البداية والتنافس القوي والمثير. اليديلي الآن غير النتيجة وسار إلى المركز الأول، يقود النوادر إلى صدارة هذا الشوط ويقود خيرة خيرة خيرة. علي بن حميد يحتل المركز الأول أكيد، وعسى في الأمر خيرة يا علي بن حميد يا بن خميس يا ليديلي على صدارة الشوط. لكن أرى هناك وأتابع بن صندل يحاول على المركز الثاني، أحمد بن عبيد بن راشد بن صندل مع نوادر لتحتل المركز الثاني. المركز الثالث أشوف سعيد بن عامر بن سالم يحتل ثالث المراكز، يقدم الضبي في هذه الأثناء. المركز الرابع وصايف عبد الله بن سلطان الاجتبي يحتل المركز الرابع والمركز الخامس. هناك تواجد أيها الحبل الكريم وانطلاق من قبل شبابة سلطان بن ناصر بن سعيد العويسي، ولكن أعود مع اللحظات المميزة اللحظات الفريدة. هناك منافسة قوية وسعيد بن عامر بن سالم المغيري يحتل المركز الأول وصدارة هذا الشوط ليقدم لنا من خلال التواجد الضبي على المركز الأول. بدأت في الانطلاق وتزيد من السرعة، تزيد من التحدي في من خلال هذه اللحظات. الله بالفعل سارت مع البداية الأولى وزاد سرعته من تلويح العصا بالفعل. هناك أهالي بدية في السلطنة، أحمد بن عبيد بن راشد بن صندل يحتل المركز الثاني، ولكن خلاص روح وسلام لأهالي السلطنة، سلام لأهالي بدية على فوز الظبي في المركز الأول. وسعيد بن عامر المغيري على المركز الأول، المركز الثاني أحمد بن عبيد بن رايد بن صندل مع نوادر، المركز الثالث علي بن حميد ليديلي، المركز الرابع عبد الله بن سلطان بن ميرين، والمركز الخامس مشاهدينا الأعزاء وصلت شاهينية راشد بن سلطان بن مرخان من وصل واحتل المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة لمجريات هذا الشوط ومجريات هذا التحدي مشاهدينا الكرام. نشوف البداية ونشوف التوقيت الزمني، لحظات الوصول إلى خط النهاية معلنين الفوز والناموس والانتصار في شوط مميز، وشوطنا الذي سار بثلاث دقائق. التوقيت الزمني إذن مشاهدينا الكرام، هنا لحظات الوصول، نشوف التوقيت الزمني 3:04 من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن عامر على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 3:01 18 من الثانية كانت نوادر أحمد بن عبيد بن راشد بن صندل، تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثالث 3:22 من الثانية كانت خيرة علي بن حميد علي ديلي. هكذا أيها الحبل الكريم كانت النتيجة للثلاث المراكز الأولى مصحوبة بالتوقيت الزمني حيث الإثارة وحيث